بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في مختبر عبقور للتجارب العلمية. تجربة هذا اليوم: الأجسام الموصلة والعازلة للكهرباء. تجربة الأجسام الموصلة وغير الموصلة للتيار الكهربائي. نحتاج التالي: أسلاك موصلة للتيار الكهربائي، عمود أو بطارية أو مولد مناسب، مصباح صغير مناسب للتجربة، مجموعة من الأدوات المنزلية. تنبيه: هذه التجارب تستوجب إشراف شخص راشد وقادر على المساعدة في بعض الأمور العلمية والتقنية. ننجز تركيبا كهربائيا بسيطا يتكون من مصباح وأسلاك للربط وبطارية، على أن يكون هذا التركيب مفتوحا، مما يعني أن المصباح سيبقى منطفئا. ونبدأ بتجريب المواد. نأخذ القلم، نلاحظ أن المصباح لم يشتعل لأن الخشب مادة عازلة، فنقول الخشب عازل للكهرباء. نأخذ هذه المادة بلاستيكية، فنقول أن البلاستيك مادة عازلة أيضا للكهرباء لأن المصباح لم يشتعل. نأخذ المطرقة، اشتعل المصباح لأن الحديد مادة موصلة للتيار الكهربائي. نأخذ المطرقة مجددا ونلاحظ أن المصباح لم يشتعل لأن الخشب مادة عازلة للتيار الكهربائي. نأخذ هذه المادة المطاطية ونلاحظ أن المصباح لم يشتعل، إذن هذا المطاط عازل للتيار الكهربائي. نأخذ الورق، لم يشتعل المصباح، فنقول أن الورق مادة عازلة للتيار الكهربائي. نأخذ هذا القلم البلاستيكي، فلم يشتعل المصباح، فنقول أن البلاستيك مادة عازلة للتيار الكهربائي. هنا الحديد مادة موصلة، فاشتعل المصباح. أستنتج: الأجسام الموصلة والعازلة للكهرباء. المادة الموصلة هي مادة تسمح للكهرباء بالمرور من خلالها، مثل النحاس والحديد والفضة والقصدير والألومنيوم والذهب والزئبق والكربون. المادة العازلة هي مادة لا تسمح للكهرباء بالمرور من خلالها، مثل البلاستيك والخشب والصوف والورق والزجاج والقطن والنايلون والمطاط والهواء. تستخدم المواد الموصلة لنقل التيار الكهربائي. تستخدم المواد العازلة لعزل الأسلاك عن بعضها أو للحماية من أخطار التيار الكهربائي.